طب خلينا طب قبل ما نروح للفاصل نشوف تقارير كده، حبينا نسمع من الناس. كل واحد الاهلي الحقيقه ليه قصه حب وليه قصه عشق تختلف وليه ارتباط بالنادي بشكل مختلف، عشان كده كاميرا السادسه كانت موجوده وسالت الناس الاهلي بيمثلك ايه. نتابع التقرير وفاصل ونرجع لحضراتكم على طول. النادي الاهلي ده كل حاجه بالنسبه لنا، يعني بنعشقه من زمان، يعني ده الغذاء الروحي بتاعنا. يعني بحب اكتر من الدنيا دي. الحب، الاحترام، المبادئ، القيم. احنا علمنا كجمهور النادي الاهلي ده، علمنا يعني بالبادي كده، هو علمنا القيم والادب. بيتي الثاني تقريبا النادي الاهلي، وابني بيشجع النادي الاهلي، جوزي بيشجع النادي الاهلي، والدي، العيله كلها اهلاويه، وانا فخوره ان انا بشجع النادي الاهلي. طبعا الاهلي بيمثل لنا كياننا الثاني، الاهلي اعظم نادي في الكون. النادي الاهلي ده عشق، ده كيان فيه كل حاجه حلوه. اهلي حاجه كبيره بالنسبه لاي حد، ما بنفرحش غير لما نشوف الاهلي نركن اي كوره. اي نعم الكوره في مصر مش زي اوروبا خالص، بس ده لما فيها اهلي فهنفضل اهلي لحد اخر العمر. الاهلي حاجه كبيره لاي حد، الاهلي حاجه جميله، الاهلي كيان، الاهلي عيش، الاهلي وطن، الاهلي يعني كل حاجه في حياتي الواحد بصراحه. يعني نادي كبير ونادي عظيم وجميل جدا، انا بحب اروح. هو الحياه، هو دنيتي، هو كل حاجه. والاهلي ده يعني حته من مصر وحته مننا، يعني والاهلي يعني مثلنا في مصر كل حاجه. لما الاهلي بيفوز بتلاقي مصر كلها هايصه، انما لما الاهلي يخسر حتى لو جول واحد بتلاقي مصر كلها زعلان. ده هو اعظم نادي في مصر. على اللفته اللي احنا شفناها امبارح حضرتك ومؤمن زكريا واحمد فتحي واحتفاله بالدوري، الله اكبر عليه، يعني نادي الله اكبر يعني. وبالنسبه للكوره بصفه عامه، اذا كان في انسانيه في مصر في الرياضه فانا اظن الاهلي عنوان ليها. الاهلي ده كل حياتنا، ده شيء اكيد في الدم. كل حاجه في حياتي، ومش انا بس، ده المصر كلها. احلى نادي في مصر النادي الاهلي. قيم ومبادئ واخلاق، وشرف ليا ان انا ابقى اهلاوي.